ويحضر معنا في الاستوديو الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري. إذا سيد محمد، لو تحوصل لنا مجريات الانتخابات المحلية التي تعد الأولى من نوعها في تونس، وظروف الاقتراع حسب ما وصلكم من أصداء من الهيئات الفرعية في مختلف الجهات بعد عمليات التجميع للأصوات. شكرا، مرحبا وبكل المشاهدي القناة الوطنية. في البداية في الواقع أريد تحية شكر إلى كل المنتسبين لهيئة الانتخابات ولكل مؤسسات الدولة التي ساهمت في إنجاح تنظيم خاصة هذه الانتخابات اللي تعتبر من ناحية لوجستية صعبة وصعبة جدا، خاصة بالنظر إلى عدد الدوائر الانتخابية لأول مرة في 2153 دائرة انتخابية. احنا آخر انتخابات عملناها على 350 دائرة للانتخابات البلدية، عمل لوجستي كبير تشكر عليه كل منتسبين الهيئة مجلسا وإدارة مركزيا وجهويا. اثنين، في الواقع علاش حسن التنظيم؟ على خاطر الانتخابات هذه ما لاحظناش فيها حتى خلل من حيث التنظيم، من ناحية بشرية ومن ناحية لوجستية ومن ناحية تشريعية كذلك، لم نشاهد أي إخلال يذكر في خصوص كل سير العملية الانتخابية. العنصر البشري كان حاضر منذ الصباح في فتح المكاتب وكذلك في الغلق المكاتب، الجانب اللوجستي كيف كيف، معناها كله كان حاضر وجاهز، والجانب التشريعي كيف كيف. هيئتنا الفرعية كذلك قامت في نفس الوقت بعمل لوجستي ثاني تمثل في إجراء القرعة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في 27 هيئة فرعية، وهذا زاد كان عمل لوجستي قد حصل في كنف الشفافية بحضور عضو التنفيذ، بحضور المعنيين بالأمر، بحضور من يمثلهم، بحضور الملاحظين في محاضر رسمية. الآن نعرف 279 عضو من الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء مجالس محلية وعنا أسماءهم، لكن النتيجة الرسمية ستصدر إن شاء الله مع النتائج الرسمية يوم 27 ديسمبر. عموما كانت انتخابات معناها من حيث التنظيم ممتازة. في خصوص بطبيعة الحال النسبة متاع المشاركة، نعم، اللي هي 11.66. كيف تقيم هذه النسبة سيد محمد؟ هي شوف، من حيث النسبة يلزمنا أولا الساعة نأكدوا على حاجة، هو كونه نحترموا المواطنين التونسيين اللي ما قاموش بالتصويت لأنه حق في نهاية المطاف، ثم يلزمنا نحترموا كذلك إرادة 1,059,000 اللي مشاو صوتوا في هذه الانتخابات، اللي هو عدد معناها لا يستهان به. 11.66% من خلال نظام جديد على الأفراد، انتقلنا من القائمات على الأفراد لأول مرة انتخابات مجالس محلية، كذلك معناها الانتخابات على الأفراد هذه ماهيش كما الانتخابات على القائمات اللي وراها أحزاب وقائمات اللي ربما تكون عندها حتى الأنصار في خصوص النسبة متاع المشاركة. النسبة هذه يلزمها دراسة موضوعية، احنا حافظنا على نفس النسبة تقريبا انتخابات تشريعية الفارطة بطبيعة الحال، ويلزمها دراسة موضوعية علمية على نسب الأقبال، لأنه من ناحية قانونية يلزم التأكيد كذلك، وأنه راه القانون التونسي حتى قبل الثورة لا يشترط عتبة لقبول النتائج، يعني مهما تكون النسبة فإنه سيقع قبول هذه النتائج واعتمادها وإرساء كل المجالس من ناحية قانونية. تبقى هذه النسبة بطبيعة الحال عندها أسبابها، عندها مبرراتها في جوانبها الاقتصادية الاجتماعية، نوعية الانتخابات طبيعتها، كانت على القائمات أصبحت على الأفراد لأول مرة تصير على الأفراد، وهي تجربة أولى في تونس، قد تكون مدعاة للتحاليل في مناسبات أخرى. سيد محمد تليلي، لو نذكر المشاهدين بمرحلة ما بعد الفرز وأهم أيضا المواعيد القادمة المتعلقة بالنتائج الأولية. هو في الواقع القانون يعطي للهيئة 3 أيام لإصدار النتائج الأولية، يعني 25 و26 و27، لكن قبل إصدار هذه النتائج احنا بداية من يوم غد صباحا ستقع دراسة كل تقارير رقابة الحملة التي سترفع إلى مجلس الهيئة من قبل كل المراقبين من هيئتنا الفرعية وكذلك من وحدات الرصد في إطار الهيئة المركزية، رصد الاتصال السمعي البصري المكتوب والإلكتروني، الفضاء المفتوح،
التمويل، لأن القانون يجبر الهيئة، وأنه قبل إصدار النتائج الأولية يجب أن تقيم سلوك المترشح خلال فترة الحملة، وهذا شنو اللي يصير. لكن بالنظر إلى عدد الدوائر الانتخابية، من المتوقع أن إن شاء الله تكون النتائج يوم 27 ديسمبر النتائج الأولية، ثم باش ندخل في مرحلة الطعون اللي هي تقريبا باش تمتد لفترة شهر، يقع على أثرها إصدار النتائج النهائية اللي هي من المتوقع كذلك باش تكون في 27 جانفي، ثم إجراء الدورة الثانية في ظرف 15 يوم من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. نعم، هل أن إغلاء بعض الإلغاء عفوا بعض الأصوات وارد في حال تسجيل بعض المخالفات؟ من حيث الحملة عموما اللي لاحظناه هو أنه في الواقع ما ثماش مخالفات كبيرة ارتقت إلى درجة الجرائم الانتخابية، يعني كانت حملة عادية اعتمدوا فيها المترشحين على الاتصال المباشر بالناخبين. وهذا أكيد، وأنه على ضوء التقارير اللي باش تجينا مجلس الهيئة لن يتردد في إمكانية إلغاء الأصوات جزئيا أو كليا إذا كانت هذه المخالفات قد شكلت جرائم وقد أثرت على ضوء المرسوم الجديد عدد 10، قد أثرت في نزاهة العملية الانتخابية. لن نتردد في إلغاء الأصوات بعد دراسة كل التقارير. نعم، سيد محمد تليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شكرا جزيلا على حضورك معنا.